ومن هذه اللحظات بسلم وبحمل سلام خماسي مربع هنا من هذا المكان هنا للإعصار الغربي خامس الكؤوس ينالها يكسبها يحمل أيضا هذه اللحظات الغربية عنوان يعرف المجال الأول يعرف الانتصار الأول ينطلق هنا كالعادة في أول إثارة في هذا المساء مع 8 كيلومترات رقصت فيها الغربية هناك على قمة هذه التحديات والإثارة سلام يا أهل الغربية سلام يا كل المنطقة هناك من تتابعون هذه الغربية تتهادى مع خط النهاية تتواصل بلحظاتها الأخيرة تنفرد تسجل بتلقاء نفسها هذه الكاس الصعب ولكن بالنشير والصعب الصعب وبالنشير ما بين شاهين ما بين هملول لكن اللي له ماضي لا تخشى عليه من العودة إنه الصعب إنه الصعب أبناء مرغم ورجل من رجال مرغم أيها الصعب محمد بن سلطان بن مرخان ولكن المركز الثاني فلاح مع المركز الثاني الثمانية كيلومترات ما بين الصعب شاهين مع الصعب وبن نشير قادم والصعب ما زال صعب أي صراع الكاس إلى مرغم مباشرة يا سلام المعركة شديدة المعركة طاحنة ما بين الشاهينية والشاهينية يا سلام شاهينية الرميذي وشاهينية العفاري ووثبة بن زيتون الثلاث تقريبا في موقع واحد المعركة شديدة المعركة طاحنة في مقدمة هذا الشوط يا سلام الشاهينية لسي سعيد بن عبد الله بن محمد الرميذي تنتزع المركز الأول بنقول سلام عليكم يا أهل السمحة واسعد الله مساءكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان اللبسة ها يا الشاهينية تغترم من خط النهاية تغترم من الفوز تهانينا للسيد سعيد بن عبد الله بن محمد الرميذي على فوز الشاهينية بالمركز الأول المركز الثاني الشاهينية للسيد حمد الغربية. سلامين على هالمنطقة الغربية على هذا الإنجاز على أبو زايد يا سلام يا أبو زايد مال ما شاء الله طارت الطيور برزاقها الغربية وبدون أي أوامر تنتقل انتقال ممتازة إلى مقدمة الشوط بكل أريحية بكل ثقة بكل نزاهة بكل تميز هذه الغربية أيضا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري والملاحقة القوية من النصيبة لناصر بن سالم المكسور والمركز الثالث هنا ولكن الغربية سلام يا الغربية سلام يا محمد يا بن زايد يا بن خلفان يا المنصوري على هذا الفوز المركز الثاني وصلت فيه النصيبة لناصر بن سالم بالاندفاع المباشر الله يا مدلل الله يا هذا الانطلاق ولكن شاهين بن مطوع وهناك النيادي من الجانب الاخر وصل بهذه اللحظات ولكن الصداره وين الانتقال وين محمد بن مطر بن مطوع اللي تبي يغير الصداره من خلال تواجد شاهين من خلال انطلاق شاهين على الصداره ولكن هنا مدلل الدكتور راشد بن حمد الزهنه العفاري الله شوهم القادم حامل الرقم 30 وصل مخلص احمد بن سعيد بشعيلان المزروعي غير بن شعلان إلى الصدارة سلام الغربية سلام يا الغربية سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز على مالك مخلص أحمد بن سعيد بن شعلان المزروعي لحظات الوصول لحظات الفوز لحظات الانتصار بهذا الفوز والجميل بينما المركز الثاني وصل مدلل الدكتور متابعي الكرام
هادي بن مصلح الاحبابي مع المركز الثالث، لكن نعود الى مقدمه الشوط. الله يا المركز الاول، براق لا زال بارقا مع المركز الاول مع مقدمه الشوط، وسالم بن صلح سالم بن صالح بن مقارح مع المركز الأول ومسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، انطلق براقة بالناموس، انطلق براقة بالسلامات. سالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارح مع المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا تهانينا والناموس من هذه اللحظات لبن مقارح. ابن مقارح هذا الاسم الكبير الذي يقدم لنا أسماء متميزة، وهنا براقة من يحسم هذا الشوط. من صالح تهانينا والناموس لسيد سالم بن صالح بن حمد بن مقارح على هذا الفوز. الكرام مستمعينا، الافاضل اذا المسك، المسك على الصداره، المسك على المقدمه، على المركز الاول وصداره هذا الشوط. المسك 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 على المقدمه وعلى المركز الاول لسيد عامر بن حمد بن عصام المنصوري. سلام سلام لاهالي مدينه العين، سلامي على هذا الفوز، سلامي على الناموس، سلامي على التحدي، سلامي على الاثاره. تهانينا العامر بن حمد بن عصام المنصوري على فوز المسك بالمركز الاول، وسعدت مساء يا هالي مدينه العين على هذا الفوز الجميل. وها هي لحظه وصولها الى خط النهايه، معلنه الفوز ومعلنه الناموس. تهانينا، ها هي لحظه الوصول الى خط النهايه. المركز الثاني من نصيب الزعيم محمد بن جاسم براك مزروعي، المركز الثالث. لمسات والله ما تحتمل من صوت لمسات، فزت روحت مع المركز الاول. الله عليك يا مانع، ممنوع المرور، ممنوع المرور من هذا الشعار. والشرود على المركز الثاني، الشرود السيد خميس بن سالم الخميس الشامسي، هناك ايضا قادم. والمركز الثالث املوله عايض بن مترك من حميان الدوسري، ايضا هناك عايض، هناك ما يبي يترك الاول، ما يبي يترك السياره، قادم هناك. الله 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 الله، المركز الأول وعايض بن مترك من حميان الدوسري الذي ذهب مع المركز الأول وذهب مع ناموس مع هملولة. سلام دوسري، سلام دوسري، سلام وتحية واحترام، سلام لأشقانا في المملكة العربية السعودية على هذا الفوز والانتصار. عايض بن مترك من حميان الدوسري ثاني المركز. مياس هنا على المقدمة على الصدارة. إذا مياس يوم تنزل في معارك باحتفال ما تفيد غير لسابق أصيل. ها الأصل، ها هو الأصل، الله الله، ها هو مياس ودخان. مياس على المقدمة على الصدارة على المركز الأول. مياس وملكية مياس لسيد السلطان بن سعيد بن مسلم الدرعي. ودخان ادخان ادخان قادم. مياس ودخان، ادخان ومياس، مياس ودخان. الله الله، التحدي الأخير، التحدي الأخير. مياس ادخان ادخان، مياس مياس ادخان. واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، لمن الفوز، لمن الناموس ومجاهد الكرام. المنصوري وعلى هذا النصر المميز. منصوري والله انك منصوري، روح مع المركز الاول، روح مع الفوز، روح مع الانتصار. الله 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 الله، يا هو دا جميل، يا هو دا رائع، يبرهن قوه ويبرهن عظمه هذا الشعار المميز هناك. الله الله الله، سلام الغربيه، سلام الغربيه، سلام الغربيه، وعوده حميده لهذا الشعار، عوده حميده يا ابو بري. سلام 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 عليك، سلام وتحية وتحية واحترام على هذا الأداء الجميل. سلام غربي إذا يذهب في هذه اللحظات على ظهر مرموقة في المركز الأول. سلام غربي، سلام وتحية واحترام. تهانينا محمد وفرج بن راشد بن عبيد المنصوري على هذا الأداء الممتاز وعلى هذا الفوز في أول.